ما ينفعش ما ينفعش يا جلال يا ابني، حرام عليك، الناس بتقبل فوق واحنا اللي هنفضل طول عمرنا مدفونين بالحياة. يا ام جلال، فهيم صنايع محترم واسمه متعلم برضه. ما شفتش عمتك اتجوزت بنات هالمين؟ ولا احنا يعني هنفضل طول عمرنا واقعين من قعر القفه؟ سمعت عن جوازة ليالي وبهية؟ ليالي وبهية يا اما، يا اما حرام عليك، ويدي الجوازات؟ واحدة راحت اتجوزت واحد أكبر من أبوها في السن، والتانية راحت اتجوزت واد نصاب مسيره في النهاية سجن تورا إن شاء الله. دي ناس باعت نفسها بالفلوس، ما يغركيش المظاهر ياما. وأنا بقى عن نفسي لا يمكن أوافق إن أختي تتجوز بالطريقة دي. لما هي الحكاية كده، عمك رفضك ليه يا جلال؟ ليه ما وافقش يجوزك بطة؟ ليه وقف في وشك وشها لحد ما مات؟ يا أم جلال، أيام عمي الله يرحمه حاجة، وأيامنا حاجة تانية خالص. وبعدين أنت هتخرجينا بره الموضوع ليه؟ أنا دلوقتي بتكلم في موضوع مقبولة، وانا كل مهمتي ان انا اقول لها طلب فهيم، وهي حره يا تقول اه يا تقول لا. والله انا مش عارفه يا جلال، انا حاسه ان احنا حمل تقيل قوي عليك وعلى قلبك. وبعدين يمكن لو لما استحمل يعني شويه ممكن اتجوز اي حد، فهيم او غير فهيم. وهو فهيم اللي هينقذك يا بنتي؟ لا، ده هياخدك على البيت عشان تخدمي حسنيه، تطبخي الاكل وتغسلي الهدوم، وبهية وليالي يركبوا العربيات ويتفسحوا جوه وبره، وانت اللي شايله الهم يا ضناي. اخس عليك يا ماما، لا انت عاوزه تتجوزي اي حد والسلام عشان تريحيني. عارفه انت لو عملت كده تبقى عملت زي اللي نط من فوق السطوح عشان يلحق. يا حبيبتي انت اختي وهي امي، يعني مسؤوليتي في الدنيا ولغايه يوم الدين ربنا سبحانه وتعالى هيسالني عنكم. صحيح يمكن الحظ لسه معاكسني، بس ان شاء الله هبقى كويس، ومين عارف مش جايز ربنا يرزقني رزقكم. معقول يا حبيبتي انا لما قلت لك فهيم طالب ايدك ما كنتش بحاول اضغط عليك، بس كنت شايف ان هو بني ادم طيب ومخلص وشريكي وفي النهايه غلبان زينا. لكن على راي امك ما هوش عريس الغفله اللي البنات قاعده مستنياه على الباب، عشان كده اللي تتجوزه لازم تكون بتحبه. مقبولة، أنا ليه عندك طلب، لما في يوم من الأيام أجي أقول لك إن في حد طالب إيدك مني، أوعي تقولي إني بقول لك كده علشان أخلص منك يا حبيبتي. دي أختك يا جلال، وربنا يقدرك يا ابني وتجوزها أحسن جوازة في الدنيا إن شاء الله. الصبر طيب يا مقبولة يا بنتي، ومين عارف مش يمكن يجي لك عدل. على رأي عم توفيق، ربنا يصبحه بالخير. يلا يا حبيبتي عشان نلحق نروح النيابة. انهي قضية فيهم يا عم؟ ما هي الأيام دي القواضي كترت. معلش أزمات وتعدي. شوفي أنا ورمزي قسمنا القضايا بينا، هو هياخد قضية الشيك وأنا هاخد قضية عمر جوز أختك. وإن شاء الله بإذن الله النهاردة في النيابة هنخلص القضية قبل الساعة 2 ضروري يا ناس. ليه؟ أنا أصلي نويت أعزم راوي على الغداء، يلا. صحيح يا عمي؟ الحب كده يا أستاذ. فينك يا عم توفيق؟ بقول لك يا عم، ما تتجنن يعني وتضرب في دماغك، لا مؤاخذة في الكلمة، ما تتجوزها يا عم. بتقولي ده؟ اسكت اسكت. اتجوز يعني يمكن لو اتجننت يعني. صدقني مش هتندم، اطلع بيها على المأذون. أحلى حاجة في الدنيا يا عمي إنك تكمل بقية حياتك جنب الإنسان اللي أنت بتحبه. أنا بقول مجرد اقتراح. عبد الحليم حافظ لخبط أفكارك، خليك عايشة في زمن مش بتاعك. تصدق يا عمي بقالي كتير ما زرتوش، الناس فاكراني مجنونة. بقابل هناك واحد اسمه أسامة عايز يشغلني في التلفزيون. في الأول ما كنتش بطيقه، كان خانقني، بس دلوقتي خلاص اتعودت عليه. عشان كده بقى. عشان كده ايه؟ جلال مبقاش في الصورة، مش كده؟ ما بقاش فيه صور اصلا يا عمي، بقى فيه اللي بيقولوا عليها عفريتة، عارفها؟ طب اندهي عرفة عشان نلحق نروح النيابة. يلا عرفة؟ يا عرفة!
يا ست بطل. حالا هجيب الشاي يا استاذ. لا لا استنى، مش هشرب شاي يا ابني، انا عايزك توصل معايا لحد النيابه عشان نخلص موضوع الغلبان اللي اسمه عمر. ها يلا بينا. لا انا اصلي ما بحبش النيابه وبترعش لما بدخل اي اسم ابليس حتى لو كنت على حق. ملك يا ودي عرفه، في ايه؟ ماليش يا ست بطه، بس حكايه النيابه والاسم والحاجات دي بعدين عنها. انت مش اتفقت معايا لما عوني يقوم بالسلامه ويخف هتروح تشهد باللي انت سمعته؟ ايوه يا ست بطه، بس اصل انا لما راجعت نفسي وراجعت ضميري يعني اتهيالي ان انا سمعت غلط. ايوه يا ست بطه انا سمعت غلط. ايه انت كذاب؟ انت كذاب يا عرفة، عارف انك كذاب. عوني نفسه اعترف، اعترف باللي انت سمعته. خلاص الحمد لله، يروح هو النيابه ويقول لهم احبسوني. الحمد لله كده اتحلت. انت ما سمعتش يا عرفه؟ انت ما سمعتش يا واد؟ اسمع يا ست بطه، انتوا ناس كبار واهل مع بعض، تروحوا النيابه، تروحوا الاسم، تروحوا الملاهي، حتى انتوا حرين. ما انا غلبان يا ست بطه، ماليش اهل ولا ليا حد يسال عليا. ابعديني على الحاجات دي الله يخليك. ماشي عرفة، انا هبعدك خالص. انت اتغيرت يا عرفة، اتغيرت وانت فاهم وانا فاهمه كويس قوي. خساره، كنت فاكره لما اعطف عليك ورعاك اني بكسبك كبني ادم، لكن للاسف الوضيع هيفضل طول عمره كده. الله يسامحك ست بطل، وانا برضو خدامك وتحت امرك. انت تاخد بقيت حسابك، مش عايز اشوف خلقتك هنا تاني، انت فاهم؟ حاضر يا ست بطل، انا عامل حسابي. عاد اخد القرشين اللي ليا بصير لقينا هتثبت لك ان انا مظلوم وتعذريني. كل برغوت على قد دمه يا ست بطه. شفت يا عمي اعمل ايه في المصيبه ديت؟ والله ما عارف اقول لك ايه يا بنتي، بس انا ما توقعتش انه يعرف يعمل كده. بقى مش طبيعي، بقى عامل زي ايامه، مش مفهومه اتصرف ازاي يا عمي؟ دلوقتي ما قدمناش غير عوني. عوني؟ ما يمكن هو كمان يرجع في كلامه. ما يمكن يجي ياخد بقيه حسابه ويمشي ويسيبني. المصيبه ان انا اللي بدفع الثمن. انا اللي بدفع الثمن يا عمي. عنك انت يا ام حبيب قلبي. هات انا ودي المايك. لا اعمل لنا نفسك وبعدين شيء. حاضر. يا ساتر، دستور اللي هنا. هلا ده برضه السطح اللي ساكن فيه الاستاذ جلال المندلاوي. اهلا. لا مؤاخذه يا استاذ، ما خدتش بالي. ازيك يا استاذ جلال يا منزلاوي؟ اهلا يا منزلاوي. ايه المفاجاه دي؟ عشان تعرف بس ان انا اقدر اجيبك من تحت تقطيع الارض. اهلا اهلا يا ست ام جلال، ازيك؟ الله يسلمك يا معلم فارس، انس وشرف يا اخويا. اجيب لكم ايه تشربوه؟ شاي. هم لا، انا بس شاي علشان الكلام يبقى على الهوا. من عناي. واجب عليك. خير يا معلم ان شاء الله. يعني ما
المفاجأة أصلها جامدة قوي. يا ترى إيه السبب اللي خلاك تتواضع وتيجي مكان زي ده؟ قصدك السطح ده يعني؟ أحيانا شفت أماكن كتيرة أحكر من كده بكتير. معلش بقى، ما أنت شاب مكافح بتاع أغاني ورومانتيكية وشريط كاسيت. استحمل بقى. أقدر أعرف ولو فيها إساءة أدب يعني، إيه سبب تشريفك لينا بالزيارة دي؟ لما تيجي الست الفطلة والدتك عشان ناخد وند في الكلام وتشهد عليا وعليك. أشهد على إيه يا معلم كفالة الشر؟ هو إحنا مش انتهينا من التاريخ القديم والحكايات القديمة؟ أنا جاي عشان كده برضه يا ست أم جلال، لا مؤاخذة جاي علشان نمضي المعاهدة. تمضي ايه يا معلم؟ انت اساسا بتعرف تقرا ولا تكتب عشان تمضي وعده؟ وعده ايه بقى اللي انت عايز تمضيها ان شاء الله؟ وعده السلام يا شاطر، ولا انت من اعداء السلام؟ اعوذ بالله. بس يعني اللي عايز يمضي معاهده السلام يجي وهو جاي في ايديه الحاجات دي؟ قصدك دول تامر وسامر لازقين لي بلم اروح ورايا 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 مهما تسربهم يرجعوا تاني. حاجه غريبه قال يا سيدي، عشان لو لقوا دبانه قدام وش بس معديه يحتموها. يا ساتر يا رب يا ساتر. طب اشرب اشرب الشاي يا معلم، قول على طول انت عاوز ايه من غير لف ولا دوران. اشرب يا عم، لك حق تتبغدد، ما انت في الرف بتاعك. من غير تريقه يا معلم، احنا اللي لنا دعوه بيك ولا هوبنا ناحيتك. انا جاي علشان خاطرك انت يا ست الجلال، بدل ما انت عايشه هنا انت والعروسه المحروسه بنتك في الخرابه دي. خليك معايا انا وكلمنا يا معلم، طلباتك ايه؟ بص يا سيدي، انا عايزك بالصلاه على النبي كده عليه الصلاه والسلام تيجي تشتغل عندي، قصدي معايا عشان ما تزعلش. محامي انا عايز محاميين، مهندس انا عايز مهندسين، دكتور انا عايز دكتوريين، يا راجل زراعه عايز زراعيين. انا عندي 1000 فدان في الصحراء، روح ازرعها يا اخويا ولما تخلص زرع يبقى تعالى لي. ولا اقول لك انا عندي مشاريع في التجمع الخامس، زي ما انت عايز. غلطان انا يا ام جلال؟ مش عارفه اقول لك ايه يا معلم. لا انت ما تقوليش، هو اللي يقول. انا عندي شقه في مدينه نصر الحندقه صغيره تعيش فيها انت وامك واختك، وبالنسبه للشغل اطمن، انا اللي بيشتغل عندي بياخد 2000 جنيه في الشهر، ده غير الدلع واللازم منه. 2000 جنيه في الشهر؟ بيقول لك يما 2000 جنيه في الشهر؟ ايوه. وكل ده بقى معلم فارس في مقابل ايه ان شاء الله؟ معاهدة السلام، المعاهدة تتم بينا علشان أفوق وأركز في شغلي. ما تأخذنيش يا معلم، سلام إيه اللي بتقول عليه؟ ابني لا له دعوة بيك ولا جه ناحيتك. أنا محدش يقدر يجي ناحيتها أم جلال. سامر سامر. أيوة يا ريس. في إيه؟ أنا بس عايز أفوق وأروق لشغلي، ومش عايز كمان يبقى عنده إحساس بعقدة الظلم والاجتهاد. سبحانك يا رب، وانا اللي معطلك يا معلم فارس، ولا عاوز تقول يعني ان انا اللي هنقذ لك شغلك؟ لا مش للدرجه دي ولا مالس، انا بس عايز اقول ان احنا لو حطينا ايدينا في ايدين بعض وبقى في معاهده سلام، الباقي هيشوف شغله يبقى في حاله ويبعد عننا. يبقى في حاله ويبعد عننا؟ مش تقول كده، ما تجيب من الاخر يا معلم وتقول انك بتقصد بطل من زلام. لا انا اقصد اي حد، وبطل منزلاوي بالذات انا اقصده. بطل منزلاوي؟ طب ما بطل منزلاوي عندك يا اخويا الصفل بيها زي ما انت عايز، وابني مالوش دعوه لا ببطه ولا بغيرها يا اخويا. ازاي بقى الكلام ده يا عم؟ يعني ايه ماليش دعوه ببطل منزلاوي؟ الحاجه تقصد يعني انك تبعد عنها، انها رافضه انها ترتبط بواد ضايع زيك. عندك حق يا معلم، انا فعلا ضايع وجاهل كمان. يا معلم يا معلم، احنا يا اخويا سيبنا في البلد بحالها ومشينا منها، احنا مش عايزين نقف قصادك ولا في وشك ولا في وش غيرك، احنا ناس غلابه يا اخويا، بنقول يا حته دارينا. هو
وانا غلطت في ايه بس يا ست ام جلال؟ انا بعمل لمصلحتكم، شقه وهتقعدي فيها انت وابنك والمحروسه بنتك. الا ده غير انه هيشتغل عندي وياخد 2000 جنيه في الشهر. في ايه؟ ولا كده نافع ولا كده شافع؟ انت عندك حق يا معلم، عداك العيب، لكن احنا بقى ناس وحشين قلالات الادب، فعرضك ومعاهده السلام اللي انت جاي تعملها دي مرفوضين يا معلم. تبقى جاهل ولا مؤاخذه، حد يرفض معاهده السلام؟ معاهده السلام عشان تعيش وتتمتع وتخلي بالك من امك ومن اختك، وكل واحد يبقى في حاله وابعد عنها احسن لك. برغم طولة لسان سعادتك يا معلم، عرضك ده مرفوض، لان العرض ده مش ليا، العرض ده البطل منزلاوي. عايز تقولها اتفرجي، ادي جلال ابن عمك بقى راجل من رجالتي وبيشتغل عندي. عايز تخليها تحس بالندم وبتأنيب الضمير. اتفضلي يا ست، اتفضلي، ادي ابنك اللي بتقول انه خلاص بعد عن بطل منزلاوي، مفيش على لسانه غير هذه السيادة. لا تحس، حس شوية وخلي بالك من امك واختك. حس كله من قصدك يا معلم. بقول لك ايه، تاخذنيش انت زي ما طبيت علينا فجأة، استأذن مننا فجأة عشان انا داخل اغير هدومي لان ورايا مواعيد مهمة. يلا يما. يلا يا اخوي. مواعيد؟ صدق ان انت مكتوب على قفاك لا يصلح الا الاهانة والضرب. خليت رقبتنا قد السمسمة، انت عريت الفقرة يا عرب. بقولك يا عم توفيق، انا مش ناقصك انت راخر، انا اللي فيه مكفيني. انت اللي بتلعب بديلك يا عرب، مرة تنزل من التاكسي ومعاك واحدة ست، ومرة تركب عربية ملاكي. إلا قول مين الجماعة اللي شدوك في العربية الملاكي دول؟ تعرفهم كانوا عايزين منك ايه؟ لا دول جماعة اصحابي كانوا عايزين نخرج اتفسح معاهم. وانت عندك اصحاب عندهم عربيات؟ ده انت لو ركبت ميكروباص يبقى امك ده عيالك. قول يا عم توفيق، هما الغلابة اللي زينا بيكرهوا بعض ليه؟ ما بيكرهوش بعض يا جاهل، بيكرهوا غلبهم وقلة الحيلة اللي هما فيها. شوف وشك بخير يا عم توفيق. ليه؟ انت مسافر بره ولا ايه؟ بره، وانا عارف اسافر جوه لما هسافر بره. الست بطه ترابطه مش كده؟ سيبك انت من الحاجات دي يا عم توفيق، وقول لي انت مش مشغل الكاست ليه؟ الحجاره خلصت؟ انا اللي خلصت يا عرفه، الناس مش سامعه الاغاني ولا عاوزه تسمع اي كلام له معنى ولا عاوزه تمسك في قيمه. اللي بشوف الشوارع يا عرفة ما يخليش الواحد يغني ولا يسمع أغاني. خسارة فيكو الحجارة، خسارة فيكو أي حاجة محترمة. الله، تهزقني انت راخر. بقولك يا عم توفيق، ما تشوف لك شغلانة تانية؟ عندي فكرة، ايه رأيك ما تاخد قرض من البنك وتخلع على اي بلد؟ ما يعني اللي بياخدوا قروض احسن منك في ايه؟ اللي انت بلدك ايه يا عم توفيق؟ اللي فيها حبيبي، بلدي هي اللي فيها حبيبي. يعني مالكش بلد؟ خلي بالك من روحك عرفة، وامشي على الرصيف. رصيف؟ وفي رصيف يا عم توفيق؟ امشي على جنب بس خلي بالك وانت بتعدي الشارع. شوف وشك بخير يا عم توفيق. الحمد لله يا اختي. يا اهلا يا اهلا.
طلقها، انما ايه اللي طلعها في دماغك تزورينا يا حسنية؟ ايه يا حاتم؟ اقوم امشي؟ وده كلام برضه يا حسنية، ده احنا نشيلك على راسنا من فوق. انا بس يا اختي مستغربه، من ساعه ما سيبنا البيت محدش جانا ولا عبرنا من ساعتها، مفيش غير بسلمتها بطه بتبعت عرفه يسال علينا ويطمن. ما انت عارفه الدنيا ومشاغلها يا حكمه، من يوم بهية وليالي ما اتجوزوا وانا دايخه ما بعرفش اقعد خالص. هما يا اختي مش راحوا بيت جوازهم بالسلامه؟ اهو كل يوم والتاني عزومه، ايش غدوه وايش عشوه، لما تهد حيلي بعيد عنك. الف سلامه يا اختي، ربنا يسعدهم ويهدي سرهم. انا هقول لك انا جايه ليه، في كلمتين في زوري محشورين بقالهم كام يوم وعايزه اقولهم. خير يا حسنيه؟ كفالة الشر. الواد ابني فهمي اللي ينضرب في قلبه، عمل حاجه من وراي غيظاني ومطيره النوم من عيني. اعوذ بالله يا اختي، ده فهيم ابنك طيب وابن حلال. يعني انت رايك كده؟ وانت يا مقبوله رايك برضه ان هو طيب وابن حلال؟ طبعا يا عمتي، فهيم انسان طيب جدا. ولما هو طيب وابن حلال، ازاي بقى لما جه يطلب مقبوله من جلال تقوموا ترفضوه وتكسروا خاطره بالشكل ده؟ انا ما كنتش اعرف الا لما بسلامته جلال جه يقول له ان مقبوله مش موافقه. يعني ما كنتيش عارفه ان فهيم طلب مقبوله من جلال ابني؟ بص انا لو كنت اعرف ما كنتش وافقت من اصل. اهي جت مصلحه يا حسنيه ان احنا كمان مش موافقين، ولا كنت عايزاها تيجي منك انت عشان تحسي بقيمتك وشخصيتك؟ قيمتي محفوظه يا حكمه، وشخصيتي احسن من شخصيتك. كان له حق اخويا محمود لما طلقك. متاخر قوي الكلام ده يا حسنيه، انت مش لاقيه كلام تقوليه ولا ايه؟ انا ابني يترفض؟ ما قلتيش الكلام ده ليه لما بطل منزلاوي رفضته؟ ولا احنا الحيطه المايله بتاعتكم يا اختي؟ انا ما جوزوش لبطل منزلاوي، ولو كان ابوها عايش كان يبقى له كلام تاني. ابوها لما كان عايش يا حبيبتي كان عايز يجوزها فارس، الراجل الغني المتريش، عشان ما تحتاجش لحد لما يموت. ويعني بنتك هيجي لها الغني ومتريش منين يا اختي؟ كل واحد بياخد اسمته ونصيبه يا حسنيه، يجي لها الغني، يجي لها الفقير، يجي لها اللي يؤمر بيه ربنا. انا جاي اقول لك ان الواد عمل كده من ورايا، وان لو كان سالني واخد رايي كنت قلت له لا والف لا. وماله يا حسنيه؟ احنا يا اختي ما جبناش سيره لاي حد عن الموضوع ده. اذا حبيتي نقول ان مقبوله بنتي راحت طلبت فهيم ابنك وهو اللي رفضها، ما عندناش مانع. ترياق معلش يا دنيا. فاكرني ولا ناسيني يا عمي؟ تعرف انا مين؟ ايوه جلال المنزلاوي. ومالها حيلك واسند راسك وكلمني. انت كنت فين يا جلال؟ كنت في السجن يا عم. اعوذ بالله، ايه الحكايه؟ كل ما اسال حد اليومين دول في السجن هي شوطه ولا ايه؟ شوطه، الله ينور عليك، والدليل انك هتشرف هناك قريب قوي. بس حظك حلو يا اخي، عمر حاجز لك البلاطين اللي هتنام عليهم. عمر، انت شفته جلال عامل ايه؟ هيكون عامل ايه يعني؟ هيكون عامل ايه؟ تخيل انت ممكن يكون عامل ايه؟ تخيل اي انسان بريء ومصدوم مرمي في السجن ممكن يكون عامل ايه؟ يا اخي حرام عليك، انت مفتري، ده اليوم في السجن ب 100 سنه بره. ده اللي انا كنت عامل حسابي. يعني عارف اللي انت عملته في الولد؟ ما كانش قصدي يخش السجن طبعا. حلو قوي الكلام كده، انت وفرت عليا نص الطريق. ايه رايك بقى في اللي يشيلك برابعه وياخدك يوديك على النيابه تقول الكلمتين دول ويرجعك هنا تاني؟ ولا اللي يروح هناك بيرجع تاني؟ قول لهم انك انت اللي طلبت من عمر يجيب الحاجه دي، بس ما كنتش تعرف انها مخدرات. خلص الواد من البلوه اللي انت رميته فيها، وخلص روحك يا عوني، لو ان روحك مش هتخلص الا لما بقى. غير لما ايه يا جلال؟ غير لما تطلع، مش قصدك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جيت اطمن عليك يا عزيزه بنت عمي، واقول لك اني قابلت عمر في السجن وانه مظلوم وبريء، ملوش يد في المصيبه اللي هو فيها. مين قال كده؟
عوني مش هيروح النيابة. النيابة جاية حالا. وعوني هيقول اللي حصل. وعمر هيطلع يا جلال مهما كان التمن. كلنا بندفع التمن يا جلال. تمن أخطأ في حقنا بما فيهم حضرتك. اللي عمله عوني ما يقلش ابدا عن اللي انت عملته في اختي بطه، واللي عمله همام ألعن وألعن. كلكم مذنبين، كلكم لازم تعترفوا بذنبكم قدام النيابه، قدام المرايه، او على الاقل قدام روحكم. متشكر يا فرح. متشكر على ايه؟ مش فاهمه. متشكر انك وقفتي تقابليني وتسمعي وجهه نظري. بالعكس، انا كمان كنت محتاجه اسمعك وجهه نظري. انا غلطت في حقك ابشع غلطه يا فرح. مهما قلت ومهما عملت مفيش حاجه ممكن تغفري اللي عملته غير عفوك عني. انا خسرتك خساره يا فرح ملهاش حدود. وانا احتكرتك يا فتحي احتكار ملوش حدود. انا مش زعلانه عشان سبتني، انا زعلانه عليك وعلى نفسك اللي بقت رخيصه قوي. احنا ليه بقينا كده يا فتحي؟ ليه بقى الواحد فينا ممكن يعمل اي حاجه عشان خاطر الفلوس؟ ليه ممكن نطوح بدراعنا اغلى حاجه في الدنيا عشان خاطر القرش؟ ليه بقينا بالوضاعه دي؟ اوعى تكون فاكر اني وافقت قبلك النهارده عشان تقولي انا غلطت في حقك والمسامح كريم. انا وافقت قبلك النهارده عشان اشكرك. تلفت نظري لحاجات مهمة قوي. عرفتني الواحدة لما تحب لازم تحب راجل عنده كرامة، عنده شرف. أنا مشفقة عليك وعلى اللي زيك يا فتحي. تفتكر يا فتحي الواحدة ممكن ترتبط بإنسان بتحتكره؟ ما افتكرش طبعا.
خلي عندك كرامه يا فتحي وما تحاولش تتصل بيا مره تانية، فاهم؟ ما تستعبطش يا فنين، انت عارف وانا عارفه مش هيفيد بحاجه لما نلف وندور على بعض. انا سكت وحطيت لساني في بقي عشان ربنا امر بالستر وعشان كلنا اهل بيت واحد. ما رضيتش افضح ليالي وعصام، وانا بحب الاثنين والاثنين قرايبي. بس اللي فاجئني انها اتجوزت راجل تاني، راجل كبير ومتجوز ومش مناسب ليها من كل النواحي. عشان تعرفي بس انها اصيله، كانت عارفه انك مربوطه بعصام ابن خالي. الحاجات دي فات عليها زمن عفيف وكل حاجه راحت لحالها، مفيش داعي نفتح في المواضيع. انا ما بفتحش مواضيع، والحكايه دي مفيش حد هيسمع عنها حاجه. كل الموضوع اني بستغرب. ولا تستغربي ولا حاجه، عندك عصام اهو تهني بيه، انت طيبه وبنت حلال وتستاهلي كل خير. حكايه عصام دي راحت لحالها خلاص. عصام عمره ما حبني ولا خد باله مني يا فهمين. دي غلطه اهالينا اللي قرروا مصيرنا من غير ما يعملوا لنا حساب. انا مش بلوم عصام ولا زعلانه منه. انا قعدت مع نفسي كتير وكلمت نفسي كتير، لقيت ان انا ظلماه، وده اللي خلاني اسكت لما عرفت انه بيخرج مع ليال. عصام اتظلم بيا، اتظلم لما اتفرض عليه انسانه ما بيحبهاش حتى لو كانت قريبته وعايشه معاه في نفس البيت. ربنا يكملك بعقلك يا عفيفه، اهو انت كده ست الكل، وان شاء الله ربنا هيديك على قد نيتك الطيبه دي وقلبك الابيض. كل واحد بياخد نصيبه الفايق. ممكن اطلب منك طلب تفهميه صح وبنفس راضيه؟ اطلب يا ابن خالتي، عينيا الاثنين ليه. لو واحد زي كده يعني حب يتقرب منك وينور رضاكي، يا ترى توافقي ولا انا مش عاجب اي حد في الدنيا؟ انت تستاهل كل الخير يا فهيم، طيب وراجل وابن حلال، بس انا مقفله ونفسيتي لسه تعبانه. على راحتك على مهلك، انا غلبان وانت غلبانه، وانا طيب وانت طيبه، وانت فاضيه وانا فاضيه. انا هروح دلوقتي يا فهيم. مش هزن عليك عفيفه، بس وعدين انك تفكري. حاضر يا فهيم، هفكر. ايوه كده يا اخي، كان نفسي اخرج بره البيت واتغدى بره من زمان. راوي انا لحد دلوقتي مش قادر افهم، انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ ببساطه شديده كده، كان كل اللي بيتقدموا لي ما كانش حد مالعيني، كنت طول الوقت موجود في حياتي. فضلت بقى اتدلع واتمنى لحد لما بقى مفيش حد سائل فيا اصلا. انت عارفه المجنونه بطه بتقول لي ايه؟ بتقول لي روح اتغدى اشربوا القهوة وخلصوا، خد راوية وروحوا على المأذون اتجوزوا واللي يحصل يحصل. وإيه رأيك بقى في كلام المجنون ده؟ كلام مجنون طبعًا. أنا ما قدرتش أتجوزك من 30 سنة، معقول حاضر أعملها دلوقتي؟ بلاش نفتح الموضوع ده تاني يا حسن، إحنا اتفقنا إن إحنا نبقى أصدقاء، تفضل غالي عليا وأفضل غالي عليك. كفاية كفاية يا حسن، أنا مش طماعة، أنا مش عايزة حاجة أكتر من كده. ولا أنا يا رؤية، أنا اللي يهمني إن أبقى من حق إني أسأل عليك، أعرف إنك موجودة في حياتي، أعرف إن من حق إني إن أرفع سماعة التليفون وأسألك وأعرف أخبارك وأطمن عليك. ما هو ده كل اللي أقدر أعمله، كل ده اللي أقدر أعمله يا رؤية. فهمتيني يا رابع؟ تجنب الحياة عمره ما منحك الأمان والسلامة يا حسن. أنا مش بتجنب الحياة إطلاقا، كل حكاية إن أنا مش أناني، أنا ما أقدرش أسعد نفسي على حساب تعاسة الآخرين، إفهمين؟ أعظم شيء في الدنيا يا حسن إن الإنسان يبقى بيحب ويبقى محبوب. اللي أنا بقوله هو اللي أنا بعنيه، واللي أنا بعمله في حياتي هو اللي أنا مؤمنة بيه. أنت مش قادرة تفهميني يا رابع. فهماك ومقدرة إحساسك العالي يا حسن، لكن رفضان رفضان ان الانسان يسيب الانسان اللي بيحبه علشان عيان او تعبان. يا راوية، موقف الراجل في الحاجات دي بيبقى غير الست خالص. مو صحيح، انت بتتبسط لما تحط نفسك في ازمه يا حسن. لا يا راوية، الكلام ده مش صحيح. كل حكايه ان انا من جيل
جيل عشنا حياتنا كلها بقلبنا بعواطفنا، ما عشناش بالمنطق ولا بالعقل. انا ما اقدرش اتسبب في تعاسه اكتر انسانه بحبها في حياتي. ومش قادر تسيبها ولا تبعد عنها. اوعى تفتكر ان انا مش حاسه بيك يا حسن، ولا حاسه باللي جواك، ولا شايفه عينيك بتقول لي ايه يا حسن. عارفه يا رابع، انت لو كنت اتجوزتي وارتبطت بحد تاني يمكن كنت ارتحت. هو وانا بعيد عنك ما انتش مرتاح، وانا جنبك برضو ما انتش مرتاح. انا مش عارفه اعمل لك ايه يا حسن. انا ليا طلب واحد عندك يا رابع. اطلب اللي انت عايزه. انك تسامحيني على راح من عمرنا. سامحك من غير ما تطلب. انا كمان ليا طلب. اطلبي، انا تحت امرك. مش كفايه حسن اللي ضاع من عمرنا؟ الفلوس قدامك يا معلم، ولا مؤاخذة بقى اعفين انا. هو لعبة ولا ايه؟ بلاش يعني، هو ايه اللي حصل؟ ابدا يا معلم، اصل مؤاخذة يعني انت حطيتني في مزنق عائلي. وانت ايه اللي خليك تدخل مراتك في شغلك؟ مراتي يا معلم بتشتغل معايا، فهماني وفهمها. وبعدين لا مؤاخذة يعني هي عندها حق، ازاي يعني تبقى بنت خالها وعايشة معاها في بيت واحد وتقضي عليها؟ الدنيا دار فيها ايه؟ مبقاش فيها اخلاق. من امتى النصابين بقى عندهم ضمير؟ ثم انت ايه اللي يخلي الستات تخش معاك في شغلك؟ انا متجوز ثلاثه، مفيش واحده فيهم تعرف عنوان المحل ده فين لحد دلوقتي. دول ستات زمان بقى يا معلم، على العموم سيبنا من الموضوع ده. انا يعني لمؤاخذه يعني جاي اقول لك ان انا هضرب اول جلسه فضيه الشيك عشان تتشطب. ولمؤاخذه يعني يا ريت تشوف لك حد تاني يقوم بالعمليه دي. اعذرني يا معلم واقدر موقفي. لا ما اقدر موقفك. ماشي يا شوكت، ماشي، بس لعلمك ده هيهز مركزك في السوق. وهيخلينا غلطك قدام اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. يا رزاق يا معلم، وكل واحد بياخد نصيبه. عارف يا معلم، لو جالي واحد في عمليه زي دي وحبيبي برضه زي كده، برضه هقول له اسف ما عطلكش. ماشي يا عم شوكت، متشكرين. انت فاكر ان مفيش نصابين في البلد غيرك ولا ايه؟ لا يا حبيبي، دول على قفا من يشيل. انا هتصرف ما عرفتي، بس من النهارده لا تعرفني ولا اعرفك وانت الخسران. ايوه معلم، اصل انا اللي عرفته يعني من بهية انك لمؤاخذه يعني بتحب بطل منزلاوي. في الله، هو انتوا سايبين سيره الناس كلها وماسكين في سيره انا؟ لا يا معلم، بس احب اقولك يعني سيبك منها. لمؤاخذه يا معلم كل حاجه تبقى بالعافيه والخناق، الا الحب لازم يبقى بالرضا والاتفاق. خلصت الدرس يا شستر؟ ماشي يا شستر، ماشي. انا عطلكش بقى علشان اشوف شغلي. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. بسلم على الموزه يا اخويا. فيش اخلاق ولا ضمير. عواطف يا عواطف. هلا عواطف فوقية يا فوقية يا بنات بنات، حد يرد عليا. خليتكم عواطف راحت فين يا ولاد؟ عواطف فين يا عواطف؟ عواطف عم سيد. ايه الناس دي كلها؟ في ايه؟ الراجل عم توفيق مات وهو قاعد على الارض. لا حول ولا قوة إلا بالله يا عم توفيق. مات. الله يرحمك يا عم توفيق، ده ملوش حد في الدنيا، مين هيدفنه وياخد عذاب؟ أنا وأنا اللي حق.
كسرتيني يا بطة. ليه؟ ليه؟ بس زي ما كسرت قلبي وزي ما كسرتيني هكسرك يا بطة. شاكيرة وتطلع مين شاكيرة دي الأخرى؟ ما ده هي اللي جوزها علينا كمان ويجيب لنا كمان ضرة. حاكم الباشا ما هواش عارف يضيع فلوسه على مين ولا مين. مش مهم يا اخويا تعلق صورة مين. ونادر عليا لجيب بخور عشان مرحتها تخرج وما ترجعش. نادر عليا لو ما خرجت دلوقتي لا طلعت كنت التلاتة برا برا يا خجر برا. عايز اقعد لوحدي مع بطل بطة. رحت فين يا بطة؟ يا بطة مسكين يا بطة. الدنيا اتغيرت، الناس ما عادتش عايزه اللي زيك ولا حتى اللي زيي. انا كمان اتغيرت، ما بقتش عارفه روحي ولا الناس اللي حواليا. بقالي كام يوم بدور على عواطف خالتي، اكتشفت اننا شبهها في حاجات كتير قوي، اهمها الوهم